مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من حلقاتنا الاسبوعيه لرواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه بان نستضيف رجلا مميزا ومن زاويه رجال الاعمال اكثر تميزا، رحبوا معي بمستر زهير صاحب ومؤسس عبد الله سعيد ابراهيم لصناعه القراقير. بدايه اسعد الله اوقاتك، كيف الحال؟ الحمد لله، كيفك انت؟ الله يخليك. مستر زهير، في البدايه حابين نتعرف عليك ونعرف الساده المشاهدين عن بدايتك المهنيه في دوله الامارات، وكيف جت لك فكره تاسيس عبد الله سعيد ابراهيم لصناعه القراقير. انا وليجي في الامارات تقريبا 35 سنه قبل يجي، ما يجي مال واحد فيزا في مال عجمان مال مزرعه. بعدين عبد الله سعيد ابراهيم داخل حامرية، خسر داخل حامرية على يعطيك رقم يعني الحين موت، بس ولد مال هو موجود، واجد زينب بربي، واجد طيب، واجد يعني واجد، بس سيم بوي يعني اخسرنا بعد. بعدين هذا كله سنة هنا اشتغل، بعد 3 سنة اشتغل تاكسي. بعدين بعد مرة تانية يجي مال عبد الله سعيد ابراهيم. الحين الحمد لله هذا شركة في قراقير، في الحمد لله يمشي. حابين نعرف شو الشغل اللي عم توفر هنا في عبد الله سعيد لصناعة القراقير. هذا الشغل مال القراقير، الحمد لله القراقير يمشي داخل بحر، نفرات يسوي سمك، مواطن يشتري سعودية، عمان، بحرين، قطر، سير الحمد لله يمشي مال الكويت. الحمد لله. الحين شو الشغل شوي يعني وقف، لكن يمشي الحمد لله. الحمد لله. مستر زهير، احنا في دولة الامارات بلد الامن والامان، دولة الامارات العربية المتحدة قدمت لنا الدعم والامن والاستقرار. حابين نسمع منك رسالة شكر لشيوخ دولة الامارات. الحمد لله ان بعد شيوخ مال الامارات كله طيب، كله واحد ما الحمد لله. يعني انا ما في هذا حكم العلا ياتيك عمر، يعني زايد الشيخ زايد يعطيك عمر، انا يعطيك 500 سنة يعطيك عمر. صحيح. لكن هذا من عند الله. صحيح. الله يعطيك جنب شيخ الامارات كله زين، الشيخ محمد يعني شيخ مال الامارات كله طيب. الحمد لله. الحمد لله كله زين. يعني انا ما في شكاية. الحمد لله. 35 سنة الحمد لله، واحد يوم ما يجي شكاية، واحد يوم ما يصير سجل يعني. الحمد واحد لله. واحد يوم ما يجي مشكلة مشان انا. الحمد لله. يعني هذا بلاد طيب. أكيد أكيد. الحمد لله بليل يسير، نهار يطلع برا، ما يجي مشكلة. الحمد لله. شكرا مستر زهير لرسالتك الجميلة، وأكيد الله يديم نعمة الأمن والأمان. قبل ما أختم البرنامج أحب أعرف الموقع الجغرافي، لوكيشن لمستر عبد الله سعيد إبراهيم لصناعة القراقير، وين إحنا؟ هذا ورسان 3 دبي، بعد شارع عطومان. مشاهدي الكرام، أرقام التواصل والموقع الجغرافي أسفل الشاشة. مستر زهير شكرا، ونتمنى لك التوفيق والنجاح. أمين أمين يا رب العالمين. مشاهدي الكرام، وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة والسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله. مشكور مالي، أنت يجي هنا. مشكور مشكور مشكور، جزاك الله خير. شكرا.